والآن مشاهدينا إلى آخر أخبار التطبيقات وأهمها طبعا لهذا الأسبوع مع سلمى ناصر. مساء الخير سلمى، مساء النور ديما، أهلا. كيفك؟ مشتاق. إذا اليوم في عنا شيء له علاقة بموضوع القطط. صحيح، هو تطبيق مهم جدا لكل الأشخاص اللي عندهم قطط في البيت، فقد طور مهندس سابق في خدمة المساعد الصوتي لأمازون أليكسا تطبيقا يهدف إلى ترجمة مواء القطط، ويسجل التطبيق مياو توك صوت القطة ثم يحاول تحديد معناه، كما أنه يساعد مالك القطة على تصنيف الترجمة وإنشاء قاعدة بيانات لبرنامج الذكاء الاصطناعي للتعلم منها. وتشير الأبحاث إلى أن القطط بخلاف أصحابها من البشر لا تشترك في اللغة فيما بينها. التطبيق متاح مجانا على كل من متجر جوجل بلاي وأب ستور. إذن سلمى، هو يترجم مواء القطط، يعني صحيح لنفهم على صحيح، القطط. يعني هو هذا التطبيق مثل ما ذكرنا ديما هو متاح بالمجان على كل الهواتف المحمولة والذكية وحتى على الآيباد. هذا التطبيق لمهندس كان يعمل سابقا في شركة أمازون، مطور لإليكسا، وعنده قطة صغيرة. طبعا في فترة اللوك داون، فترة التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي، فكر في، وطبعا يملك قطة هو وياه في البيت لحاله، فكر في تطبيق يمكن أن يساعده أن يفهم قطته ماذا تريد أن تخبره أو ماذا تريد أن تتحدث كيف معه. أعرف أنه فكان هذه التطبيق هذا ما تريد أن تقول؟ ببساطة، القطط تختلف عن البشر. القطط كل قط له لغة خاصة فيه، يشتركون أحيانا بلغة معينة، ولكن كل قط عنده طريقة معينة بالتعبير عن نفسه. فهو برمج الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، لو تعليم الآلة، على إنها تفهم قطته. طبعا هذا التطبيق لحتى الآن هو نسخة تجريبية، نجح في كثير من التجارب وفشل ببعضها طبعا، ولكن مثل ما ذكرنا هذا التطبيق يعمل بالتعليم الآلي، يعني كل ما استخدمتيه أكثر كل ما كان أصبح دقة. فهو الآن المبرمج يعتمد على الناس لاستخدامه، طبعا حتى يصبح دقيق بشكل أكبر. نتعرف على التطبيق سويا. التطبيق اسمه مياو توك أو كلام القطط. التطبيق مثل ما ذكرنا متاح مجانا. هذه الواجهة، واجهة سهلة جدا وبسيطة. الواجهة الأولى اللي هي ممكن تكون تسمع فيها صوت القطط. الواجهة الثانية هي كيف ممكن تضيفي قطة، ممكن عن طريق إضافة قطة، تقدر تضيفي صورتها، اسمها مثلا، نضيف مثلا ديما وريفر، ومثلا وتاريخ ميلادها نفترض، بعدين تعملها سيف، بعدين الهيستوري اللي هو القطة تعطيك إذا أنت اختبرتي أصوات معينة عليها ممكن ترجعي لها، لأنه كل قط له ملف معين. وأخيرا البروفايل. طب هلا احنا لو نيجي نجرب مثلا نختبر هذا التطبيق سويا، للأسف احنا ما عندناش في مقر التلفزيون العربي قطة، ولكن هضطر استخدم صوت موجود على يوتيوب نختبره سويا. طبعا سهلة جدا، بس نختار القطة اللي أنا بختبرها وبحط على listening، بعدين بنختار الصوت. طبعا احنا عندنا الآن قطة صغيرة تبحث عن أمها، ممكن الصوت نشوف. لحظة نعيد التسجيل مرة أخرى. أوكي، فهي عندنا مظبوط كما ظهر على الشاشة، سوري، مامي هي تبحث عن أمها كما ظهرت على الشاشة. فهذا يخبرك أن هذه القطة الصغيرة تبحث عن أمها، وهذا التطبيق كان رائع. إذا كان صحيح بقول لك نعم، بتقولي نعم إنه نعم أصابت إنه هيك هي تمام. إذا كان خطأ بتقولي خطأ إنه غيرها. طب مثلا نبحث على قطة أخرى، مثلا نقول قطة مثلا حزينة أو قطة غاضبة. سوري. أوكي هذه هي، أسف، لحظة الصوت لم يعمل. أوكي ايوه هذا هو الصوت، تمام. هلا هذا القطة بقول لك ام ان بين، يعني انا متألمة، وفعلا هون القطة كانت مهاجمة، فهي كمان هذه صحيحة. ممكن نجرب ايش ثاني، ما بعرف شو بتحبي تجربي. ممكن نجرب مثلا، ربما يعني لازم ايضا في المستقبل انه ينشغل على العكس، لانه احيانا بحب الشخص يحكي الشخص يحكي شيء هاي فكرة جيدة، للقطة صحيح، او مثلا للكلب او للحيوانات الاليفة، إنه يعني ممكن، ولكن مبدئيا الان الانسان اللي افهم القطة ممكن نجرب مثلا هذا الصوت اخيرا، إذا الصوت ما واضح أو لا. هي هنا القطة كانت جائعة فعلا، فكانت عفوا غاضبة، فهنا بقول لك أنا غاضبة، كانت في طور المهاجمة. فحتى الآن تطبيق يعني جيد يعمل، جربنا على ثلاثة قطط. تطبيق غريب. فمثل ما قلتي المرة الجاية بنحتاج تطبيق يترجم كلام البشر إلى القطط. شفنا العجائب بزمن اللوك داون طبعا. صحيح، كل واحد بيستغله طويل في البيت بطريقة مثلى. نعم صحيح. والموضوع الثاني، موضوعنا الثاني عن تويتر. فقد أعلنت شركة تويتر رسميا إطلاق ميزة التغريدات المؤقتة التي تختفي بعد مدة زمنية محددة، وذلك في محاولة منها لمنافسة القصص التي شاعت في معظم التطبيقات
تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي الأخرى. وكانت تويتر قد بدأت اختبار ميزتها الجديدة المسمى فليتس في شهر مارس الماضي، التي أصبحت متاحة للجميع الآن. فليتس. ماذا تعني فليتس؟ فليتس هي بالعادة تعني أسطول أو قافلة، ولكن تعني كمان الشيء الذي يمضي بسرعة ويذهب، وهو هون هذا الذي تقصده تويتر بالضبط. هي قصص أو تغريدات مؤقتة مثل الستوريز أو قصص اللي بنشوفها في إنستغرام وسناب شات. أولا طبعا هذا الستوري مثل ما بتعمل أي ستوري، ولكن بتكون عن طريق قصة معينة تختفي بعد 24 ساعة تحديدا. تويتر قالت أنه أنا بهدف لشغلتين من هذا الفليت. أول شيء الهدف الأول مثل ما ذكرت في بيان، أنه هي بتشجع الناس أنهم يغردوا بأريحية أكثر. يعني أنت تويتر هو المكان اللي بتروح بشوف منه الأخبار، والمكان اللي بتحب تكتب فيه أخبار. صحيح. ولكن في ناس كتير بيخجلوا أو بيستحوا أنهم يحطوا ما يفكرون به على تويتر، لأنه علني. وثانيا لأنه بضل الأبد. فهاي الميزة الجديدة بتقولهم أنا بتقدر تكتب تغريدات معينة تختفي بعد 24 ساعة. كمان الضغط أنه كل شخص على تويتر بيحب أنه يشوف الناس عم تعمل إعجاب على البوست تبعه أو بتعمل إعادة تغريد، وفي ناس بتخجلوا أنه الناس ما عم يعملهم لايكات إناف أو ما عم يعملهم إعجابات كافية، فهذا برتاح منه. فأنت الهدف أول شيء أنك تشجع الناس أنهم يذهبوا لتويتر ويغردوا. والهدف الثاني الغير علني انه هلا مقارنه بالتطبيقات الاخرى، لقوا انه تويتر يعني الذهاب عليها ناس ما بتذهب على تويتر كثير، ولكن تذهب على تطبيقات اخرى مثل سناب شات وانستغرام. وايضا بشجع على التراجع. صح، تماما. الواحد يعني الحدث على الخطا، يعني تشجيع على الخطا والتراجع السريع بعد 24 ساعه. 24 ساعه يختفي الموقف. صحيح. وهذا كمان شجع الناس انهم يستخدموا تويتر اكثر، مثل ما لقت قصص كثيره مثل تويتر مثل سناب شات وإنستغرام، لأنه نجاح كتير خصوصا قصة الستوري بدأت في سناب شات والآن ذهبت إلى كافة التطبيقات الأخرى. فهذا هو الهدف الثاني لفليتس. نعم سلمى، هذا كان كل شيء. نعم شكرا جزيلا على التطبيقين اللي فعلا مميزين. أهلا. شكرا كثير. شوف بكرة.